بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي. معاكم حنان الورقي. النهاردة حبايبي معايا وصفتين، الوصفتين دولت إن شاء الله كده هيكونوا علاج طبيعي كده، هوت علاج الفشل الكلوي بطريقة طبيعية. الوصفتين إن شاء الله كده بفضل الله بيدوا نتيجة كويسة جدا، عشان كده حبيت إن أنا أعمل الفيديو دوت معاكم النهاردة ونشارك معاكم الفيديو دوت بالوصفتين. اول حاجه الوصفه الاولانيه حبايبي، هنحتاج لمعلقه صغيره من العسل الابيض، وهنحتاج برضو اللي انت بتبداي اللي انت تعصري عليها يعني 3 نقط كده من عصير الليمون، وبتبداي بقى اللي انت تاخدي الوصفه ديت كل ساعتين. دي كده بالنسبه لاول وصفه كده ايه معانا. تاني بقى وصفه معانا هتبقى هنحتاج فيها شعير وهنحتاج فيها بقدونس. اول حاجه هتبداي اللي انت بنحتاج معلقه كبيره كده من الشعير، يكون يعني متنقي من اي حاجه فيه يعني، وتكوني شطفاه كده شطفه بسيطه. وهنحتاج برضو البقدونس، برضو تكوني غسلاه كويس كام عود كده من البقدونس. وهتبداي بقى اللي انت هنحتاج كوبايه ميه، هتبداي اللي انت تضيفي عليها كام عود كده من البقدونس، وهتبداي اللي انت تحطي عليها معلقه الشعير وتغليه على النار كده اهوت يعني لمدة 5 دقايق 10 دقايق كده لحد ما ينزل كل الفوائد اللي فيه. وبتبدأي انت تشربي الكوباية دي بعد ما تكوني صفتيها، بتبدأي انت تشربيها قبل النوم. دي كده حبايبي وصفتين كده، يعني وصفتين علاج طبيعي كده اهوت، علاج الفشل الكلوي بطريقة طبيعية، واتمنى اللي يكونوا نالوا اعجابكم حبايبي. بحبكم جدا في الله. كان معاكم حنان الوراقي منى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.